السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي شهيوات عيشه. اليوم راني غادي نشارك معكم الدجاج مشوي. بسم الله على بركه الله. تابعوا معايا التحضير في نفس الوقت المقادير. غادي نحتاجوا الدجاج فيه تقريبا 2 كيلو. غادي نقطعو بحال هكا من ظهرو هكا، وغادي نقلع هذا السنسول هذا، غادي نقلع هذا المورسو هكا، نفتحو شويه من هنا هكا، راني غسلتو مزيان بالخل والملح، ودرك غادي نشرملو مشعر. غادي نجيب الميكسور اللي غادي ندير فيها العناصر اللي غادي نحتاج 2 حبات ديال البصل، الحبات ديال الفلافل كما هادو، واحد 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس، ثوم، 5 الحبات ديال الثوم. غادي ندير التوابل منهم الابزار الاحمر، الملح، الخرقوم، سكينجبير، حبة الكحلة، ندير شويه نتاع الهريسه، غير شويه ماشي بزاف. غادي ندير هذا التوابل، ندير هذا شويه زعتر، زيت زيتون معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال مطيشه مصبره، 100 مليلتر ديال الماء، ما يعادل كاس صغير، واحد الحبه ديال الليم نديرو غير العصير ديالها، غادي نميكسيهم مزيان هكا، خص يكون ميكس هكا، خص يكونو مطحونين مزيان مزيان، صافي يكونو بحال هكا هكا. دركا غادي نجيب الدجاج اللي غادي نشرملو ان شاء الله، غادي نغسلتو وخليتو يتقطر مزيان من الماء، ودرك راني ندير عليه الشرميلة، ندخلو له كاع الشرميلة لداخل. غادي ندير شويه نتاع زعفران، ما كنتش غادي ندير زعفران، يبان ليا ماشي صفر، وغادي نزيد فيه شويه نتاع زعفران، صافي هكا يكون، ندخلو كاع هاد التوابل لداخل. راه كيجي زوين بزاف وما تقنعوش منو، تفتحوها هكا الصدر مزيان باش يدخلوها التوابل مزيان، تفتحوها هكا هكا باش كاع دوك التوابل يدخلو لداخل هكا. هكا ديرو صافي، غادي نغطي عليه واحد بلاستيك الغذائي ونخليه مدة ليلة كاملة. إلا ما كانش عندكم الوقت قدروا تخليوه بعدا أقل 4 سوايع باش يتشيش هاد الشرميلة مزيان. دركا غادي نجيب البطاطا اللي غادي ندير معاه، غادي نرافقو مع البطاطا بلا ما تحيدو لها القشرة، غسلوها غير مزيان، تجي بنينه وزوينه مع القشره ديالها، حتى ما تحيدو لها القشره، وحتى هي غادي ندير ليها التوابل ديال الدجاج اللي درت في الدجاج، غادي نديرو في البطاطا اللي درت في الدجاج، غادي نديرو في البطاطا، راه كتجي زوين بزاف، كتجي حتى هي زوينه بزاف،
دروكي غادي نديرها هنايا، غادي ندير هنا ديك الشرميله اللي شي قطع الدجاج، غادي ندير فيهم نزيد شويه نتاع الملح، تعرفوا البطاطا كتبغي الملح. صافي دروكي غادي نشرملهم مزيان. نخليهم يتشرملو واحد ساعة. غادي ندير معلقة ديال، غادي ندير جوج معالق ديال زيت الزيتون. صافي دركا راني نفرش ليهم ورق الزبدة باش ما تلزقوش في الصينية، غادي نسرحهم كيما هكا. غادي نعاود ندير لهم التوابل كاملين. صافي غادي نديرهم، نزيد عليهم هذاك التوابل وغادي ندخلهم في الفران. دركا غادي نديرهم في الصينيه وندير الدجاج فوق منهم. صافي راني جبدت الدجاج بعد ما دار ليله كامله، دركا راني غادي نديرو فوق البطاطا باش يتشوى. غادي نرفعهم في الفران، نخليهم الفران يكون مسخن على 200 درجة. أنا خليته 50 دقيقة، كي تشوف تحمر مزيان صافي تقدرو تفيدو أو تشوفو البطاطا ولا تكون تحرقات ولا الدجاج لو كان محروق. كل مرة تبقاو تشوفو الفران وخا تحلو عليه مثلا ما عليه ماشي بحال الكاطو. ودركو راني غادي نقدمو بالصحة والراحة. نشوفو وعلى الدجاج كيطاب ما شاء الله، راه زوين وبنين. دركو غادي نقدمو مع البطاطا شويه نتاع الشلاطة، ولا غادي نقدمهم هكا، راه كيجي زوين بزاف بزاف، راه ما تقنعوش منو. غادي نجيب كاتشوب مايونيز نرافقو مع الدجاج، غادي نرافقو مع هاد البطاطا والدجاج، راه كيجي زوين بزاف صدقوني، راكم ما تقنعوش منو، راه زوين بزاف. لاحظوا على الدجاج كيجا ما شاء الله. نرافقو مع شويه نتاع الشلاطه، شوفوا شحال زوين ورطب وبنين. لاحظوا راه زوين بزاف. صافي راني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بسلامة عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.